بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن الركن الثاني من أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جماعة كراتمنا أصول الثلاثة ينزامي مغاناني أكان مرتبة تبيوة إيماني مسمى كما abin da ke da alaka da rukuni na biyu, rukuni na biyu wato shine imani, hakikanin imani da mala'iku. Al mala'ika nu'min annahum 'alam ghaibi ghabu 'anna la narahum. Na farko dole mu yarda cewa su mala'iku wasu halitta ne boyayyu wanda ba ma ganin su. Khalaqahum Allah min nur. Allah ya halicce su daga haske. Yuti'un Allah wa la ya'sun. Su kullum abin da suke shine da'awa Allah, ba sa sabawa Allah. Lahum arwah. Suna da rai. وأجساد سنة دجيكي وعقول سنة دهنكلي وقلوب سنة دزكاتا نؤمن بكل الملائكة عليهم السلام دك ملائكو الله قار صلاتي أجريس مني إيماني دسو. وبما علمنا الله من أسمائه ده أبين ده الله سند دمونا سنة ينسو مثل جبريل كمان سنة ملائكة جبريل وميكائيل ده ميكائيل وإسرافيل ده سنة إسرائيل وبما علمنا إسرافيل. الله من أعمالهم ده كما زامي إيماني ده دكان أبين ده الله إلمن تردمو نأيوكم سو. مثل جبريل عليه السلام موكل بالوحي كمر موتي ملائكة جبريل أموكل تاشي أحركة وهي ونؤمن بما أعلمنا الله سبحانه وتعالى من صفاتهم لا يعصون الله ما أمرهم مثلا هكا كما زامي إيماني ده دكان أبين ده الله إلمن تردمو نسيبه في ملائكو كمر ملائكو باسا سابا وألا كلهم سنة تكين دار ونؤمن بكل الأخبار التي جاءت عنهم كما زامي إيماني لدك كان أبين ديزو أكان سنة لابارون قرآني كوكما حديثا النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت تتو هذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة عليهم السلام وأنا كما شيني بياني أكان ركني نبيو دك سكي ركن إيماني واتو إيماني دا ملائكو عليهم السلام والله أعلم الله شيني ما في سني سيواني درسي